السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نجاوب على هذا التعليق. التعليق يقول يعني من طالبة راسلتني قالت لي صحيح هذا الخبر، على أساس ناشرين وزارة التربية تقرر استخدام الطلاب والطالبات الهاتف أثناء الفرصة اعتبارا من العام الدراسي الجديد. نقول لكم خبر كاذب. أنا هم سمعت يعني هذا الخبر صار له تقريبا 3 أيام أو 4 أيام، لكن هذا الخبر نقول كاذب، ماكو هيج خبر. وزارة التربية شلون تسمح للطلبة يشيلون موبايلاتهم أو شنو أثناء الفرصة؟ وبعدين شو حيصير؟ شنو مدرسة لو شنو شي يصير فوضى؟ فماكو هيج خبر، كلها أخبار كاذبة. ما نزلنا، أنا من أنزل بقناتي التليجرام، أول ما أنزل قناة التليجرام وبعدين أنزل على اليوتيوب، من ما نزل بالقناة يعني أخبار كاذبة. يعني قناتي موثوقة وصادقة، وما ننشر إلا الصحيح، نتأكد من عنده يلا ننشر. فهذه أخبار كاذبة، ماكو هيج خبر، ماكو لا تليفون يشيلون، كل شيء يشيلون، لا فرصة لا بعد الفرصة ولا ورا الدوام، إلا تطلع من الدوام هاي بعد ملك شغلة، ما لنا شغلة بالإدارة المدرسة. المهم كلها أخبار كاذبة، لا تصدقون. وزارة التربية توافق على استخدام الهاتف أثناء الفرصة، وبعدين من يصير فرصة نضمهن، شو السالفة؟